مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم أسباب نزول الدم المفاجئ. تعتبر مشكلة النزيف المفاجئ من أكثر المشاكل شيوعا، حيث تعاني الكثير من النساء والفتيات من هذه المشكلة التي تتعدد وتتنوع أسبابها. وقد يحدث هذا النزيف لدى بعض النساء في الفترة ما بين الدورتين، أو قد تحدث لدى بعض النساء أثناء فترة الحمل. يعتبر الخلل الهرموني من أهم الأسباب وراء النزيف المهبلي، حيث يحدث خلل في كلا من هرمون البروجستيرون وهرمون الاستروجين المسؤولين عن تنظيم الدورة الشهرية. يؤدي خلل هذه الهرمونات إلى مشاكل كبيرة في الغدة الدرقية، بالإضافة إلى الاختلال الوظيفي في المبايض التي ينتج عنها نزيف شديد جدا في الرحم. وتعتبر حبوب منع الحمل من العوامل التي تؤدي إلى زيادة النزيف، حيث تعمل هذه الحبوب على تغير في هرمونات الجسم وخاصة الهرمونات الأنثوية المسؤولة عن الدورة الشهرية. ويحدث هذا النزيف في الشهور الأولى من تناول هذه الحبوب. تعمل مضاعفات الحمل على حدوث النزيف المفاجئ، والذي ينتج عن حالات الإجهاض أو حتى حدوث الحمل خارج الرحم، وأيضا يكون نتيجة التغير الواضح في الحالة النفسية والمزاجية، حيث يعتبر التوتر النفسي والقلق والضغط العصبي من أهم الأسباب وراء زيادة النزيف الرحمي المفاجئ. كذلك تؤدي متلازمة المبيض متعدد الأكياس أيضا إلى مشاكل كبيرة في الرحم، والتي يعتبر أخطرها هو النزيف المفاجئ، حيث تؤدي هذه المتلازمة إلى انقطاع في الدورة الشهرية لدى النساء ولدى الكثير من الفتيات أيضاً. تعمل متلازمة المبيض متعدد الأكياس على زيادة المشاكل الجسدية والنفسية، بحيث لا يقتصر الأمر على بعض المشاكل في منطقة الرحم فقط، وإنما تعاني الكثير من النساء من مشاكل حب الشباب أو حتى مشاكل خطيرة في الخصوبة، بالإضافة إلى زيادة في الوزن. وتؤدي بطانة الرحم المهاجرة كذلك إلى مشاكل كبيرة، حيث عدم انتظام الدورة الشهرية والتي ينتج عنها نزيف شديد ومفاجئ، وذلك بالإضافة إلى حدوث بعض التشنجات والتي ينتج عنها ألم شديد يصعب تحمله في تلك المنطقة من الجسم. يؤدي النزيف المفاجئ في أغلب الأوقات إلى نقص شديد في الحديد والكالسيوم الموجود داخل جسم المرأة، ولذلك لابد من إجراء بعض التحاليل وفحوصات الدم التي من خلالها يمكن تحديد الأسباب المباشرة وراء هذا النزيف.